السلام عليكم. وعليكم السلام. سمحت يا شيخ، كنت هسأل هل يجوز، مش ملفت يعني، ان انا البس فستان مش اكبر فيه بارد او كده، بس الوان مش فاقعه يعني وعليه خمار؟ هل يجوز ايه؟ ان انا البس فستان مش اكبر فيه بارد وكده في الشارع؟ في الشارع ولا ايه؟ نعم، في الشارع ولا في البيت ولا الخاطب ولا ايه؟ مش فاهم. في الشارع، في الخروج يعني. انت عايزه تمشي في الشارع بفستان مشجر فيه ورد؟ بس الوان هاديه فاهمه، الوان هاديه وعليه خمار. انت كم عمرك؟ عجوز ولا شاب؟ لا شاب. والله انا اخشى عليكي، اخشى عليكي من هذا. لا تفعلي، لان هذا لفت الانظار اليك وليس من الحشمه. الله يسلمك. جزاك الله خير. وياكم.